مثلث أحمر مقلوب لأسفل شاهدناه في فيديوهات كتائب القسام، استخدمته الكتائب للإشارة إلى أهداف عسكرية إسرائيلية تم تدميرها من دبابات ومركبات عسكرية وجنود. هذا المثلث ظهر مجددا، لكن اليوم من استخدمه ليس كتائب القسام، إنما قوات الجيش الإسرائيلي. فقد نشر المتحدث باسم الجيش أفخاي أدراعي فيديو مشابها لفيديوهات كتائب القسام، وهو يشير للأهداف التي يدمرها للفصائل الفلسطينية قائلا في نهاية الفيديو: مثلثنا أقوى من مثلثك يا أبو عبيدة. المثلث الأحمر أصبح رمزا منذ بداية الحرب بعد أن وظفته كتائب القسام خلال استهداف الآليات الإسرائيلية. البعض قال إنه يشير إلى اللون الأحمر في العلم الفلسطيني. اليوم وظفه أدرعي خلال عمليات القصف التي تستهدف قطاع غزة. فلسطينيون اتهموا أدرعي بسرقة الفكرة، مذكرين بحوادث مشابهة مثل الثوب الفلسطيني وصحن الحمص والفلافل وغيرهما من الأكلات العربية.